بالنسبه للبرنامج حصه تدريبيه اليوم غدا ان شاء الله تكون اكثر تكتيكيه باش نحضروا لقاء يوم الاربعاء ضد مالي. التنقل يوم الاربعاء الى مدينه وهران، اللقاء على الساعه 8:30، ثم العوده الى الجزائر العاصمه الى مركز سيدي موسى. خميس حصة تدريبية أخرى، الجمعة التنقل إلى السويد إلى مالمو، حصة تدريبية أولى وأخيرة في الملعب الذي سيحتضن المقابلة، ويوم السبت إن شاء الله اللقاء، وبعد اللقاء إن شاء الله نعود سالمين غانمين. بارك الله فيكم.